السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الأنوار عليكم جميعا. جيسبر تكونوا بخير. الو هاد فيديو بوغ لي 3 اسي ماتيير اس في تيست لكم واحد كونترول كونتين نيميرو 1 سيمستر 1. فوالا دونك نبداو على بركة الله. كاين قبل ما نبداو غنبغي نذكركم اللي باقي ما مشاركش في القناة يعمل ابوني ويخلي لايك للفيديو بالتعليق كتبوا لي اي حاجة بغيتوها ونبداو على بركة الله. بروميير كاسو أو لا بروميير اكزيرسيس. دونك كيف ما كتعرفوا الكونترول كيكون فيه دو بارتي. بروميير بارتي ريستيتيسيون دي كونيسونس كيكون عليها 10 بوين داكور. كومبليتي لو طابلو سويفون. دونك عندي واحد طابلو فيه لو رول أو لي رول يعني الادوار ولي زاليمون الأغذية. دونك عندي دي زاليمون كونستركتور يعني أغذية بانية كتبني ليا العضلات. اليمون بروتيكتور أغذية حمائية ولا حامية يعني اللي كتحمي من الأمراض والفيروسات. اليمون انرجيتيك أغذية طاقية اللي كتمدنا بالطاقة مزيان. دونك لي غلوسيد اي لي ليبيد. غلوسيد اي لي ليبيد معروفة عليهم يعني السكريات والدهنيات معروفة عليهم أنهم أغذية طاقية عقلوا عليها. دونك اليمون انرجيتيك. لي بروتيد اي سيل دو كالسيوم يعني البروتينات واملاح الكالسيوم. دونك هادي معروفين عليها انهم سوسون دي زاليمون كونستركتور بانيه. بالنسبه لي فيتامين لو اي لي سيل مينيرو الفيتامينات الماء والاملاح المعدنيه فهي اغذيه حمائيه اللي كتحمينا. دونك دي زاليمو بروتيكتور. فوالا قالك غولي بار اون بار لي فليش لي زاليمون سويفون. عندي هنايا شنو كيتسموا هادو او ايودي اسيد نيتريك ليكور دو فيلين نيترات دارجون سو سون تري بيان لي رياكتيف يعني الكواشف. وهنايا انديك 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 دونك هادو غيكون لو رول ديالهم. دونك او ايودي الماء الايودي الحمض النيتريك ليكور دو فيلين ونترات الفيتا. واخ دونك شنو كنعرفو على او ايودي؟ او ايودي كي كي كيدلينا على وجود شنو النشا لاميدو. دونك انديك لا بريزونس دو لاميدو. هادو يتحفظوا كل الكواشف ولو رول ديالهم. لاسيد نيتريك دونك حمض النيتريك كيبين ليا وجود البروتينات داكوغ عقلو. دونك انديك لا بريزونس دي بروتيد. ليكور دو فيلين دونك ليكور دو فيلين كيبين ليا وجود السكريات انديك لا بريزونس دو سكر ريدكتور بحالاش بحال الجلوكوز. ونترات الفضة كتبين ليا وجود املاح الكلورور دونك سيل دو كلورور. ثالثيام كيسيون قالك répondre par vrai ou faux pour les phrases suivantes. Donc, le lait ne contient pas du calcium. Donc, c'est faux. كنعرفوا ان الحليب غني بالكالسيوم. طبعا الحليب البقر. Les sucs digestifs ont une réaction chimique sur les aliments. هادي سي فري ونشرحها لكم. لي سوك ديجي الاحماض ماشي الاحماض هذاك لي سوك ديجيستيف يعني لي كيتجمعوا فيهم لي عباره عن انزيمات كيعملوا لنا اكسيون كيف عامله طبعا شيميك داكوغ عقلو. ان اليمون كومبوزي اي ان اليمون كونستيتو دو بلوزيور اليمون سامبل. هذه معلومه صحيحه. شنو كتقولنا هذه المعلومه؟
الغذاء المركب كيتكون ليا من مجموعة من الأغذية البسيطة. La digestion des lipides est catalysée par l'enzyme nommée lipase. Donc, باش نهضمو الدهنيات فما كيتهضمو انطلاقا من واحد الانزيم اللي كيتسمى الليباز. دونك شنو بالكم صحيحه. La digestion de l'amidon commence au niveau de l'estomac. الهضم ديال النشا كيبدا ليا من الاستومه. دونك سي فو مي كيبدا ليا من لابوش. داكور دونك هادي خصها تحيد مع هادي وهنايا خصني نكتب لابوش. مهم هو ما قالكش صحح ولكن غير باش تفهموا. قالك لي جوندي لو شيما سويفون اون يوتيليز لي مو كي كونفيان. عندي هاد لي مو هادو لو سوفاج المريء ديودينوم هذا هو البدايه ديال المعي الدقيق. الفيزيكول بيليار هي المراره فوا الكبده بوش غو انتستان المعي الغليظ والانتستان غير المعي الدقيق. دونك نبداو بواحد واخا دونك واحد اللي كتكون لاصقه فيها هاد البوش. دونك هادي هي الكبده داكوغ هادي فوا هاد البوش هاد الكميسه هادي هاد البوش هادي. دونك شنو كتسمى هادي فيزيكول بيليار. زيد دونك واحد جوج ثلاثة هادي شنو هادي هادي سي لاستوما. أربعة دونك اللي تحت لاستوما على شكل ورقة ديال الشجر. دونك هادي شنو كتسمى البنكرية. كايناش هنايا بنكرياس. وخمسة هذا البداية ديال المعي الدقيق. دونك هذا هو الديودينوم. فوالا raisonnement scientifique et communication graphique حتى هي عليها دي بوين. يلا نبداو البروميير اكسيرسيس. دونك لو غرافيك سي دوسو ترادوي لي ريزولتا دون اكسبيريونس دو ديجيسيون ان فيترو دو لاميدون سو لو في دو لا ساليف. دونك لا ديجيسيون ديالاش ديال لاميدون. دوني ان تيتر بور لو غرافيك. دونك دائما لو تيتر سي ليفولوسيون. دائما هاد الكلمه ديال ليفولوسيون دو جوج الحوايج عندنا دو مالتوز اي اميدون. هنايا شنو لو طون دونك اون فونكسيون دو طون. داكور دوزيام كيسيون pourquoi on fixe la température de l'expérience à 37 degrés Celsius. قال لك علاش درجه الحراره غادي نفيكسيوها غنثبتوها على 37 لان هي الحراره ديال لو كور. دونك 37 degrés Celsius اي لا تمبيراتور نورمال du corps humain. Kadawa le jawab. D'accord, on passe. Troisième question, quel remplir le tableau d'après le graphique. Wah, on kanjiw. Donc, دائما خصني الجرافيك حدايا. Concentration ديال l'amidon. Donc l'amidon هو هذا. Wah. 0 ton. Donc l'amidon في 0 شنو كان؟ كان واحد. أو في لو طون أن كنطلع هادي فين كان زيرو فاغول سانك. أو في تي سانك لاميدون شحال كان زيرو. ميم شوز بوغ لو مالتوز. ها المالتوز دونك في الصفر في زيرو كان زيرو. في أن هاهو المالتوز تا هو زيرو فاغول سانك. أو في سانك 5 minutes là hakda شحال غيكون واحد. داكور دونك من الطابلو غادي نجاوبوا على هاد الاسئله. كيبان لكم ان لاميدون غادي هو كينقص وكيبان لكم ان المالتوز هو غادي وكيتزاد. ديكريفي وصف. دونك ملي كيوصف ملي كيقول لك وصف يعني ديمينو اوغمونت. هادشي اللي كان
اللي كنجاوبوا في هذا السؤال، من يقول لك وصف يعني شي حاجه كتنقص وشي حاجه كتزيد، داكشي غير كتوصف ما كتعطي لا معلومه لا شرح لا حتى شي حاجه. وصف دونك ديكريفي ليفولوسيون دو لا كونسونطراسيون دو لاميدون اي دو مالتوز او كور دو طون. دونك اون رومارك هادشي اللي قلت قبيله شفويا اورالمون غادي نحطوه دابا. اون رومارك لا ديمينيسيون ديالاش انخفاض لا ديمينيسيون دو لاميدون اي لوغمونطاسيون ديال المالتوز. صافي expliquer voilà d'abord charlie expliquer l'évolution de la concentration de l'amidon et du maltose donc cette phrase qu'est-ce qu'on fait le cours charlie le تطور ديال التركيز ديال الاميدون اي دو مالتوز. واخ donc lors de la digestion اثناء الهضم طبعا فين الاميدون dans la bouche فاللعاب كيحتوي على واحد الانزيم اللي كيهضم ليا لاميدون وكيحولو ليا المالتوز. فوالا دونك لا ساليف اللعاب كونتين يحتوي لانزيم ساليفير كي ديجير لاميدون اللي كيهضم ليا النشا وكيحولو ليا اي لو ترانسفور شي دابا شرحتي او مالتوز. فوالا ديدويزي سنتج ليا لو كونستيتيسيون دو لا ساليف يعني المكون ديال اللعاب. دونك اللعاب كيحتوي على انزيم لعابي دونك لا ساليف constitue l'amylase salivaire. Amylase salivaire, d'accord. Donner, atteindre la réaction chimique de la transformation de l'amidon en maltose. Donc l'amidon, c'est faire le chimie. Plus O plus amylase salivaire. Ma ننساش الظروف كاينه 37 درجة ديغري سيلسيوس كتحول ليا المالتوز بلوس أميلاز ساليفير. بالنسبة للدوزيام إكزارسيس لاحظوا معايا قالك لو تابلو كونتيان Le tableau suivant représente la composition chimique de certains aliments. مكونات الغذائية ديال مجموعة من الأغذية. Retirez du tableau deux aliments riches en glucides. عطيني جوج ديال الأغذية اللي غنية بالجلوسيد. دونك نمشي للطابلو. الجلوسيد ها هو. دونك عطيني جوج اللي غنيين. كنمشي لأكبر وحدين. دونك سمول. وميال كاين سمول اي ميال العسل. Retirez du tableau deux aliments composés. Donc les aliments composés بحالاش les aliments composés بحال لوف بحال البيض بحالاش وبحال بان كومبلي. لاحظوا فوالا كنرجع دونك قلنا اوف دو بول اي بان كومبلي والخبز الكامل. روتيري دو تابلو ان اليمون كومبلي عطيوني شي اليمون كومبلي من هادو. دونك سي ديجا شفناه سي لو لي de la vache طبعا le lait de la vache.
Donc les entiers de la vache. Les entiers de la vache. Voilà. دونك نبغي نعرف الراي ديالكم في هذا الكونترول. صراحه عجبني فيه بزاف د المعلومات. الا كنتو حافظين وفاهمين ومتمكنين من الدرس غادي يجيكم ساهل وبسيط كيف ما خدمتو دابا. دونك بالتوفيق لكم جميعا. تلاقوا فيديوكم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.